فأستاذة بالظبط هاني، كده. فكرة إن مصر فيها أماكن صحراوية كتيرة جدا متميزة بيها، يعني أنت شايف إن فكرة إن إحنا ممكن نعمل فكرة السينما في الصحراء في كذا مكان ده أكيد. دي ممكن يبقى اتجاهك الفترة الجاية، ده أكيد. وبتفكر في إيه؟ يعني إيه الأماكن الصحراوية التانية غير محمية وادي دجلة، إن هي تعتبر في قلب القاهرة، ممكن نبعد شوية، إيه الأماكن اللي ممكن تروح لا تعمل يعني فيها؟ احنا عندنا اماكن كتير جدا، انا لو يعني مش هقدر ألمهم لي كلهم، لا بس مش احنا كلهم يعني، بس إيه عندنا الحاجات اللي يعني بتفكر عندنا فيها؟ في مثلا حوالين القاهرة عندك التجمع، عندك 6 اكتوبر، يعني ده في دي القاهرة في الأماكن اللي هي الناحيتين القريبة من القريب. العاصمة. انت عندك ممكن تعملي ده في شرم الشيخ، في الغردقة، على في فكرة أستاذ الجونة. هاني، في سينما كانت موجودة في جنب شرم الشيخ اسمها بالظبط. سينما نهاية العالم، ايوه والسينما دي موجودة لحد النهاردة، لكن للأسف متهالكة جدا. هي اتكسرت، هي اتكسرت، انا بصيت عليها. والمكان جميل جدا جدا يعني، لو فكرنا ان احنا برضو ممكن نشوف مين ممكن ممكن نستغلها. يتبنى الموضوع ونستغله. المكان هايل جدا وهو والشكل صاحب العام الفكرة حلو. فعلا. انا يعني انا قريت كده بريف ان انا كنت عايز اعرف هل حد عمل دي السينما اي حد يا جماعة، عمل، دي سينما نهاية العالم. بس للأسف الكراسي دي اتكسرت دلوقتي. يعني للأسف الكراسي دي كلها اتكسرت. بس ممكن الفكرة لطيفة جدا، ممكن يعاد ترميمها او ده اكيد. ده اكيد، ده اكيد، ده زي ده نفس الفكرة اللي احنا عاملينها. احنا حاطين بوفف على اساس ان احنا نقعد عليها، يعني بين ده باجز هتبقى اريح طبعا. اجواء الصحراء يعني، الصحراء بالظبط محتاجه الحاجات بالظبط، العمليه حاجات اكتر من خفيفه الكراسي. وسهله بالظبط، قاعد عليها عشان تبقى قاعد كده مرتاح. ايوه نفسك بتقعد كده تدخل جوه البين باج كده، بيبقى ايوه احساس الجو حلو، وبتشوف شرم الشيخ وسينا. بالظبط. لا لا، وقدامك هي فيلم جديد. فكره لطيفه، وحتى الناس تعمل حاجه بالليل. الناس دايما بتدور على حاجه تعملها بالليل. حتى انا فكرت برضه في الويكندز، ناس كتير قوي بتطلع الساحل. طب الناس اللي ما سافرتش دي تعمل ايه؟ صح، ممكن تقعد. وعايزه حاجه برضه تطلع تشم فيها هوا زي ما احنا بنقول كده، طب حتى تشم فيها هوا. فبيطلعوا الوادي، حتى الناس كتير قوي بالذات العائلات يعني لما بييجوا بيتبسطوا جدا، ان هو حاجه بيلم فيها العيله، وبعدين بتبقى لطيفه. ده جاي مع مراته واولاده وبتاع، وجايين يتفرجوا على في حته مختلفه خالص. لا مش خروج، اكنه سافر. ان هو ما انتش بس انا رحت المول، ما انتش انا رحت مثلا اي حته، لا انت اكنك سافرت في حته تانية. لا ودايما ودايما احنا بنفكر دايما في التجديد. بالظبط. بنحاول نطلع بره الاطار اللي هو الايه الروتيني دايما التقليدي. بالظبط.